تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، ومعانا اليوم في التنسيق والمتابعة الأستاذة ميرا الغفلي، وفي الإخراج معانا مخرجنا الأستاذ سعيد المر. وفي التقديم معاكم اليوم محدثتكم دكتورة هند العوضي. إن شاء الله تكون اليوم بداية أسبوع مثمر ومليء بالإنجازات والأخبار الجميلة والطيبة. مستمعين الأعزاء، حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالمواضيع الشيقة. اليوم راح نتحدث بعلاقة التغذية بمشكلة صعوبة التئام الجروح، واليوم هو اليوم العالمي لفحص وظائف الرئة، فراح نتحدث شوي عن الرئة وظائفها والخدمات اللي توفرها هيئة الصحة. لكن قبل كل هذا ناخذ خبرنا لليوم. خبرنا لليوم يتحدث عن ألم بسيط في الكاحل قد يكون مؤشر لمرض جدا خطير. ارتفاع الكوليسترول يعني أن لديك الكثير من الشحوم الثلاثية في مجرى الدم، ويشير عادة إلى انخفاض كثافة البروتين الدهني، والذي يمكن أن يسد الشرايين ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. ولسوء الحظ غالبا ما تمر هذه العملية دون أن يلاحظها أحد بسبب نقص الأعراض، ومع ذلك فإن مستويات الشحوم الثلاثية المرتفعة باستمرار تسبب تغيرات ملحوظة في وتر العرقوب. ووفقا لجامعة كولومبيا البريطانية في تقرير نشره موقع ميديك فورم، يمكن أن يؤدي كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة إلى تراكم رواسب صفراء في الأوتار السفلى. طبعا مستمعينا، وتر العرقوب هذا احنا نتحدث عن وتر موجود في الكاحل، لذلك اذا كان عندنا ارتفاع في نسبة الكوليسترول هذا يؤدي الى تكون رواسب في هذه الاوتار، وايضا يتراكم في الاوعية الدموية بسبب التقارب الكيميائي الحيوي بين الكوليسترول والكولاجين الموجود في هذه الاوتار. يترك الكوليسترول مجرى الدم ويلتصق بالأوتار وبالأخص وتر العرقوب، ويصبح أكبر وأصعب، ويسبب التهابا يقوض في النهاية السلامة الهيكلية للوتر. تعرف هذه العملية طبيا باسم الورم الأصفر. طبعا يعني مش أي ألم بسيط في الكاحل معناته أن الكوليسترول عندنا عالي، ولكن إحنا ننصح أنك أنت تقوم بفحص دوري على الأقل كل 6 أشهر عشان تعرف مستويات هاي الأشياء في دمك. ومن خبرنا لليوم ننتقل إلى اسم الجناح اللي كلنا صرنا متعودين عليها ومع آخر مستجداتها في وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور دكتور، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. اليوم شو عندك من تحديثات حقنا؟ اليوم من ضمن النشرات المهمة اللي حطيناها خلال عطلة نهاية الأسبوع نشرة حول الأسئلة والإجابات الخاصة بتطعيم كوفيد للفئة العمرية بين 12 ل 15 سنة في مراكز هيئة الصحة بدبي. تقريبا جمعنا أغلب الأسئلة اللي وصلتنا من الجمهور حطيناها في نشرة واحدة. من الأسئلة اللي تقول: ابني مصاب بكوفيد 19، هل يستطيع أخذ اللقاح؟ نقول يمكن أخذ اللقاح بعد ما مدة العزل الصحي اللي هي 10 أيام من دون أعراض، أو في حال وجود أعراض بسيطة. إذا كانت الأعراض متوسطة أو شديدة
وتطلب دخول الطفل إلى المستشفى، فيجب مراجعة طبيب المعالج لتقييم حالته وتحديد مدى إمكانية أخذ الأطعمة في الوقت الحالي. أيضا من ضمن الفئة من الأسئلة، ما هي الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كوفيد من الأطفال؟ يعتبر اليافعين الذين لديهم أمراض مزمنة أكثر عرضة لمضاعفات المرض مقارنة بغيرهم من اليافعين، وكذلك الأطفال الذين يعانون من السمنة، ويصل معدل كتلة الجسم لديهم 30 فما فوق أو الرتبة المئنية اللي هي 95 أو أكثر. أيضا من ضمن الأسئلة اللي وصلت، هل يمكن لليافعين المصابين بأمراض الجهاز التنفسي أخذ اللقاح؟ نعم، يمكن لجميع أمراض الجهاز التنفسي أخذ اللقاح بما فيهم أولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة. أيضا من ضمن الأسئلة، هل يمكن لليافعين الذين يعانون من أمراض جينية أو عصبية أو الذين يعانون من تلازمة الأيض أخذ اللقاح؟ نعم، يمكنهم أخذ اللقاح مع ضرورة استشارة طبيب المعالج. أيضا من ضمن الأسئلة، هل يمكن أطفال الذين يعانون من أمراض الدم كالثلاسيميا أخذ اللقاح؟ نعم، يمكن للأطفال المصابين بالثلاسيميا أخذ اللقاح. من ضمن أيضا الأسئلة دائما توصل، هل هناك ضرورة لأخذ موعد مسبق؟ نعم، هناك ضرورة لأخذ موعد مسبق لجميع مراكز حيط الصحة بدبي، اللي هي من خلال تطبيق حيط الصحة أو من خلال واتساب 8342. تقريبا هالأسئلة اللي عليها الكثير من الاستفسارات، وهذه كانت الأجوبة على هذه الأسئلة. نتمنى من الجميع تشجيع، أيضا مو بس اليافعين، تشجيع والأهم أهم فئة اللي هم كبار المواطنين على أخذ اللقاح، وممكن أن التطعيم يوصلهم إلى البيت من خلال فقط الاتصال 8342 وحجز موعد للقاح كوفيد من المنزل للفئة من كبار المواطنين وأصحاب الهمم. ونتمنى لكم الصحة والسعادة. وتمتي بصحة وسعادة كانت معانا اسم الجناحي، وعطتنا آخر ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حدثتنا عن الأسئلة الشائعة بخصوص تطعيم الفئة العمرية من عمر 12 لين 15 سنة. إذا أنتم كنتوا حابين تعرفون هذه الأسئلة والأجوبة، تقدرون دائما أنكم ترجعون لوسائل التواصل الاجتماعي عنا. جدا مهم أن احنا نعطي الأطفال هذا التطعيم، وبالأخص إذا هم كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو كانوا هؤلاء يقيمون مع كبار السن وأفراد غير قادرين على أخذ التطعيم لأسباب صحية. لذلك من المهم والضروري أنهم يبادرون بأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن. مستمعينا الأعزاء، بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل راح نتحدث عن الأغذية المساعدة على التئام الجروح. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 6005514114 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. من بين المشكلات الصحية التي قد تواجه البعض منا تأتي مشكلة صعوبة التئام الجروح أو استغراق وقت طويل في التئامها، ولهذا بالطبع لأسبابها والتي سنوضحها ونتحدث عنها أكثر اليوم مع أخصائية التغذية العلاجية الأستاذة عرين رشيد. صباح الخير أستاذة. صباح النور، والله يصبحكم بالخير يا رب دكتورة هند وجميع مستمعين نور دبي. مضبوط، موضوع التئام الجروح موضوع مهم جدا، وكيفية علاقة التغذية طبعا بموضوع التئام الجروح إشي جدا مهم. فبحب أقول يعني بالأول للمستمعين، ممكن بعض الناس ما بتعرف شو سبب يعني شو هالإشي المشترك بين الغذاء وبين صحيح. موضوع التئام الجروح.
فأول إشي بحب أقولهم إنه لما أي شخص يتعرض لجرح معين في الجسم، أول إشي يستهلك في الجسم هو العناصر الغذائية، يعني مثل البروتين، الدهون، الكربوهيدرات ومضادات الأكسدة. ليش هدول يستهلكوا؟ ليش؟ عشان يتكون النسيج الجديد أو محل الجرح اللي صار هلا. لكن في على مر الوقت إذا استمر استهلاك الجسم للعناصر الغذائية من دون ما إحنا نعوض هاي العناصر الغذائية عن طريق الغذاء، بسبب فقدان للكتلة العضلية، وهذا بسبب بطء في التئام الجرح. فإحنا الغذاء جدا بيلعب دور مهم بموضوع سرعة التئام الجروح وقديش قوة النسيج الجديد. صحيح. وكمان بيحمينا من الإصابة بالعدوى. طيب هذا معناته أن بالفعل نوعية الغذاء قد تؤثر بالسلب أو بالإيجاب على التئام جروحنا أستاذة، فلو توضحي لنا هذه النقطة بعد. أكيد صحيح. هذا ليش إنه تؤثر علينا بالسلب؟ لأنه في بعض الأغذية بتبطئ أو بتخلينا نقول بتعملنا مشكلة في التئام الجروح. طب مثلا زي إيه؟ أول إشي لما بنتناول نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة، بيعمل عنا تدهور لجودة الكولاجين والإلاستين. هلأ في بعض المستمعين كانوا مش عارفين شو الكولاجين والإلاستين، إحنا بنعطيكم إياها بشغلة بسيطة. هي شبكة ليفية، هي اللي بتساعد على أو بتزود البشرة بالبنية والدعم والمرونة. فإذا إحنا عم ناكل كميات عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة، بتأدي إلى بطء خلينا نقول بالتئام الجروح، وكمان بهدول النوعين من جودة الكولاجين والإلاستين عنا في الجلد. الشغلة الثانية، في عنا بعض الأكلات أو الأطعمة اللي عالية بعنصر غذائي اسمه النترات، وإحنا بالإنجليزي بنقوله النيتريت. هاي النترات بشو مشكلتها؟ هاي بتعمل عنا زي تلحق الضرر للأوعية الدموية اللي بتوصل الغذاء للجرح. فهاي الأكلات إحنا دائما بنقول إنه ما ناخدها أو ما نستهلكها بكميات عالية، لأنها متواجدة وين؟ في اللحم المقدد، السلامي، الهوت دوغ، فيها مواد جدا عالية من هاي النترات، وهاي بتأثر على صحتها وزائد على البطء في التئام الجرح. الشغلة كمان الثالثة، ممكن بعض الناس ما بتعرف انه هذا الاشي كتير جدا بيأثر كمان على التئام الجروح بطريقة او ما، اللي هي تناول كمية عالية من الكافيين. رح يسألوني كيف يعني شو علاقة الكافيين؟ الكافيين اول اشي مشكلته انه الإفراط فيه اللي هو موجود في القهوة والشاي، الإفراط فيه بيعمل امتصاص للعناصر الغذائية، فبذلك شو بيصير عنا؟ بيصير عنا جفاف، ولما يصير عنا جفاف الجلد بيصير عنده بيصير أكثر هشاشة وعرضة للتكسير. يعني أنت ما عم بتساعد على التئام الجروح، أنت عم بتساعد على إنه الجرح أصلا بضله يتكسر أو ما عم بيلتئم بشكل مطلوب. لماذا؟ لأنه عنا هذا كمية الكافيين عنا في الدم جدا عالية، فأثرت على هذا الامتصاص الأغذية اللي بتساعد على التئام الجروح. وكذلك يعني الشغلات هاي كلها إذا إحنا بنحطها بالاعتبار، خصوصا إذا الجرح كان عميق أو الجرح معتدل يعني الإصابة فيه، كل هاي الأمور بتأثر على هاي المواد الغذائية اللي إحنا نحتاجها لالتئام هاي الجروح. جميل جدا أستاذة. معناته عشان نحاول نختصر، تعطينا قائمة الأغذية، معناته قلتي لنا الكافيين، اللحوم المصنعة، وأيضا ذكرتي لنا أشياء تانية أستاذة بخصوص الأغذية. صحيح، اللي هي السكر والكربوهيدرات المكررة، إنه هذول نمتنع عنهم. هلا الإشي اللي إحنا بنساعد على موضوع اللي هو المواد الغذائية اللي بتساعدنا على تسريع عملية التئام الجروح، مثلا الكركم جدا مهم. ليش؟ لأنه من أهم الأشياء اللي فيها مضادات الأكسدة جدا عالية، وبتساعد على تقليل الالتهاب وتسريع عملية الشفاء. الشغلة الثانية، في مجلة عن دراسات نشرت في مجلة International Journal of Surgery في عام 2018، ذكرت إنه الحليب، خصوصا حليب الأبقار قليل الدسم، يعد مصدرا غنيا بالكالسيوم. رح نقول إحنا الكالسيوم شو فاته؟ الكالسيوم بيساعد على إرسال العديد من الإشارات العصبية لضرورة عملية التئام الجروح يعني في الجسم. الشغلة الثالثة عنا موضوع المكسرات والبذور. المكسرات والبذور جدا مهمة كمان لموضوع التئام الجروح، لأنه غني بالزنك، هذا مهم، عنصر غذائي جدا مهم، الفيتامين ها، المنغنيز، المغنيسيوم، هدول الأشياء، وزائد طبعا
فيها مضادات للأكسدة، هاي بتساعد كمان على تقليل اللي هو خطر حدوث أي تليف بالخلايا أو التهابات، وبساعد أيضا بالتئام الجروح. وأكبر من الأطعمة الكثيرة أو العنصر الغذائي جدا مهم نحتاجه اللي هي البروتينات. البروتينات جدا مهمة لأنها هي بتساعد، هي من الأساس أصلا تساعد على بناء الجلد والأنسجة الجديدة. لو قلنا وين البروتينات موجودة، البروتين موجود في اللحوم الخالية من الدهون، الدواجن، الأسماك، البيض، منتجات الألبان، يعني بالمجمل عندنا كمان الحبوب، الفاصوليا، هدول كلياتهم موجود فيهم البروتينات اللي بتساعد على موضوع التئام الجروح، زائد على قوة الجلد، يعني بتساعد على الشفاء العاجل خلينا نقول. وكمان احنا بنوصي دائما كأخصائيين تغذية ان البروتينات تكون متواجد دائما في كل وجبة رئيسية او وجبة خفيفة. تمام. شغلة صغيرة بس هيك، يعني كمان في دراسة ذكرتها وحبيت كمان أشارككم إياها، اللي هي الخضروات الورقية الخضرة، يعني زي البقدونس، الكزبرة، البروكلي، هاي كل أشياء فيها الأخضر الداكنة، الداكنة جدا، بتساعد جدا كمان على الشفاء والتئام الجروح لأي جروح سواء كان خطير أو معتدل، يعني معتدل الخطورة. فهذا جدا بنحتاجه بصراحه. ف يعني من دائما بنوصي دائما الطبق الصحي يكون منوع وعندنا من كل العناصر الغذائيه متواجده، لانه كل هاي الامور موجوده فيها، بس انه نواظب عليها عشان ما نفقد هاي العناصر اللي بنحتاجها، خصوصا اذا لا سمح الله اصبنا في جرح مثلا عميق او جرح بسيط او الى اخره. تمام أستاذة، معناته أنت شرحتي لنا أهمية الغذاء في التئام جروحنا، وعطيتينا أمثلة على الأغذية اللي ممكن أن تؤثر سلبا والتي ممكن أن تؤثر إيجابا. فهل هناك علاقة بين تعزيز صحتنا العامة وقدرة أجسامنا على التئام الجروح بسرعة؟ صحيح، نعم، يعني في دائما في يعني اللي هو احنا دائما نقول التغذية السليمة او ضرورة دائما الاكل الصحي بطريقة او ما دائما بيساعد على موضوع هذا التئام الجروح، وزائد على انه ما يصير عندنا مشاكل لا سمح الله من وراء موضوع الجروح، لانه بنعرف احنا الجروح اذا ما التئمت بشكل سريع او خلال وقت معين ممكن يصير عندنا التهابات، ممكن كمان ناخذ عدوى، يعني الاصابه باي خلينا نقول تقرحات او مشاكل بتضاعف مشكله التئام الجروح، وبنوصل لمراحل ثانيه من اصابه بامراض ثانيه احنا بغنى عنها. جميل جدا. هل في من كلمة أخيرة حابة توجهينها أو نصيحة أخيرة تعطينها للمستمعين بخصوص الأغذية والتئام جروحهم؟ نصيحتنا إحنا كأخصائيين تغذية دائما من مصر زي ما حكينا، أول إشي شرب المي، لأنه هاي من الأمور جدا إحنا دائما نفتقدها، أو منلاقي كتير ناس ما عم تشرب مي بالكميات الكافية، خصوصا من 3 إلى 8 أكواب من الماء في اليوم، لأنه إحنا بنعرف الماء خصوصا هلأ بفصل الصيف كمان إحنا بصير عنا جفاف، فممكن الجلد يصير عنا جاف، ممكن يتعرض لأي جروح بسيط أو مبالغ بسبب هذا الموضوع. الشغلة الثانية التغذية السليمة بشكل عام، الطبق الصحي اللي هو اللي بيتواجد فيه الخضار والفواكه واللحوم والبروتينات، يعني وعندنا الكربوهيدرات، جدا يكون عندنا تنوع في غذائنا بشكل عام، لأنه هو خلينا نقول هو المخزون لأي تلف أو لأي مشكلة في المستقبل ممكن إحنا نواجهها، فبكون عندنا إشي مخزون يساعدنا على سواء التئام الجروح أو أي إصابة خطيرة لا سمح الله إنه تواجهنا. فدائما الأفضل يكون عندك مخزون، ما تستنى لا يصير عندنا الإصابة وبعدين نصير بدنا ناكل أو نحاول إنه نكمل يعني أكلنا أو على أساس إنه يلتئم عندنا الجرح. زائد على ذلك دائما بنوصي على زيارة الدكتور أول إشي، وخصائيين التغذية في حالة أي نصيحة بتخص موضوع التئام الجروح أو إصابات ثانية، لأنه العلم أكثر شيء بيكون بهدول الناس، لأنه مش أي مثلا معلومات خارجية ممكن أنت تستخدمها تساعدك على التئام الجروح وبالعكس تؤديك لمشاكل ثانية أنت بغنى عنها.
جميل جدا. أستاذة عيرين رشيد أخصائي أول في التغذية السرية في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر على موضوعك الجدا شيق اليوم، والحديث معك جدا ممتع، يعطيك ألف عافية. تسلم، الله يعطيكم العافية. كانت معنا الأستاذة عيرين وتحدثنا عن موضوع جدا مهم اللي هو علاقة الغذاء بالتئام جروحنا، وعطتنا الأستاذة بعض الأغذية التي ممكن أن تساهم في تأثير سلبا، وبعض الأغذية اللي ممكن تأثر فينا إيجابيا في عملية التئام لجروحنا. مستمعينا الأعزاء، بنطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل راح نتحدث عن اليوم العالمي لفحص وظائف الرئة. صحة وسعادة. رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. اليوم هو اليوم العالمي لفحص وظائف الرئة، وقد أقرت منظمة الصحة العالمية هذه المناسبة السنوية تأكيدا من جانبها على أهمية الفحص الدوري لوظائف الرئة، ليس فقط للاكتشاف المبكر لأي مشكلات صحية أو أمراض من هذا النوع، بل لتأكيد أيضا أهمية الوقاية وحماية الرئة من الأمراض. وعشان نتحدث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا ويشرفنا أن يكون معانا اليوم عبر الهاتف الدكتور بسام محبوب، استشاري ورئيس قسم وحدة الرئة في مستشفى راشد. طبعا الدكتور بسام غني عن التعريف، ورح نستغل وجوده اليوم ورح نخليه يحدثنا عن اليوم العالمي لفحص وظائف الرئة. وإذا كان عندكم أي استفسار ثاني مستمعينا الأعزاء تقدرون تتواصلون معانا عبر الرسائل النصية وتسألون الدكتور عن الأسئلة إذا كانت عندكم. صباح الخير دكتور بسام. صباح النور، كيف الحال؟ شو أخباركم يا هلا؟ دكتور بسام، أنا وعدت المستمعين إذا كان عندهم استفسار أنك ترد عليهم بعد إذا في مجال إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. بداية لو ناخذ نبذة عن اليوم العالمي لفحص وظائف الرئة وأهمية هذا اليوم. هو يوم تقريبا يصير ست سنة مرة واحدة على أساس أن نبتدي يسوي عملية توعية للناس أنهم من ضمن الفحص الطبي الدوري اللي يسوونه وكذا، يقيسون أو يتأكدون من وظائف الرئة. ووظائف الرئة طبعا هي مهمة، يمكن الناس تهتم أن تشيك على الضغط وعلى الدم وعلى السكر، وإذا استوى شيء بالذات في موضوع القلب يسوون تخطيط قلب أو يسوون كذا، لكن يمكن قد الناس تجهل أو تهمل أهمية وظائف الرئة. وسبحان الله يعني مع وجود الجائحة طبعا ما حد يقدر يقول شيء إلا يدخل موضوع الكوفيد وغيره، بس يعني أن الناس ابتدت تهتم لموضوع أن أبا شيك على الرئة عندي، أو أنا يعني كوفيد أبا شوف شغل إصابي أو يعني كذا كذا. لكن هو الحقيقة هي مش موضوع الكوفيد بس، لا، هي موضوع الناس اللي عندهم مشاكل في التنفس. وظائف الرئة، نطلب من المريض يأخذ نفس عميق وبعدين ينفخ في جهاز معين، ونأخذ منك الطول والسن وذكر أو أنثى، مدخن أو غير مدخن، وبعدين نشوف. فتعطينا فكرة عن كفاءة الرئة. سبحان الله، يمكن الناس أيضا ما تعرف أنه طبيعيا بعد سن 35 سنة تبتدي وظائف الرئة تنزل شوية تدريجيا، وهذا شيء طبيعي. عند المدخن لا، تبتدي تنزل من سن قبل 35 وتنزل بسرعة أعلى من الشخص الطبيعي.
لذلك مثلا نقول للشخص، نقول له اذا انت وقفت التدخين مش بترجع وظائف رئتك عاديه، بس لا بترجع انه تمشي بالحد الطبيعي اللي تمشي فيه وظائف الرئه العاديه. يتبادر السؤال الان، شو الامراض اللي ممكن تاثر على ان وظائف الرئه ما تكون طبيعيه؟ اهم الامراض والمشكلات الصحيه، اول امراض موضوع التدخين. طبعا التدخين ياثر على وظائف الرئه بكل انواع، صحيح، ما حد يقص على عمره يقول انا ادخن شيشه ولا ادخن ليب ولا ادخن سيجار، كلهم يتاثروا. ولا الجمله المعروفه، دكتور انا صار لي سنين ادخن ما صار فيني شيء. يعني بالضبط بالضبط. فاللي يستوي ان كل انواع التدخين تاثر على الرئه، طبعا بنسب مختلفه، صحيح. اكثر نسبه فيها تكون مع مع السيجاره، تليها الشيشه، تليها البدواخ والبيب والسيجاره الالكترونيه. هذا من ناحيه الضرر على وظائف الرئه. بعدين طبعا تجي امراض الرئه العاديه، الشخص اللي عنده حساسيه رئه طبعا تكون وظائف الرئه عندما تكون سليمة، مثل الشخص العادي، الشخص اللي عنده انسداد مزمن بسبب التدخين ما تكون كذا، والشخص اللي عنده تليف. الآن مثل ما يقولون الهوت توبك، شو يقولون الهوت توبك بالعربي؟ الموضوع الساخن، يعني الموضوع المتداول. الموضوع المتداول أو الموضوع الساخن، الناس اللي ياهم كوفيد هل يتأثر فيهم كذا؟ أوكي، هم أنواع الناس اللي ياهم كوفيد بشكل خفيف طبعا تمر وما يستوي عليهم شيء ولا كذا، بس في مجموعة تقريبا حدود 10% وكذا اللي بعد ما خلص الكوفيد كده حس سمرة تعبان وما يقدر يتنفس وكذا، ولما نسوي له صورة الرئة يطلع بعد في بقايا أو في نوع من أنواع التليف الرئة الموجودة. هذه اللي طبعا لما تسوي لهم وظائف الرئة ما تطلع طبيعية ويطلع عندهم تليف في الرئة. ما ننصح الشخص يسوي وظائف رئة بشكل دائم إلا إذا كان عنده مرض مزمن. لكن لما تشتكي من أعراض تنفسية مستمرة مثل الكحة مستمرة، مثل ضيق تنفس مستمر كذا، هذه ننصح إنك تسوي وظائف الرئة. طيب نقطة أخيرة يمكن أنا حبيت أقولها، أنا كنت قبل فترة كنت كاتب مقالة عن أن ناس وايد وبالذات الصغار في السن في العشرينات الثلاثينات وكذا، تمام، يكون عندهم حالة يقول لك والله أنا ما أقدر أخذ نفس عميق. أيوة. كيف؟ يقول لك والله ما أقدر أعبي الرئة. هو ما يستوي، يقول لك لا لازم أتساوب أو لازم أسوي كذي، أسحب نفس عميق عشان أقدر أحس أني أنا عبيت الرئة. وهذه إشكالية كبيرة جدا عند ناس، ناس يجوني وتسوي لهم فحوصات. في غالبية هذه أختي تكون عبارة عن حالة نفسية. أيوة. منو اللي يصاب بالحالة النفسية هذه؟ هي واحد عنده خشمة مسكر بسبب حساسية في الأنف أو انحراف ولا كذا. اثنين، واحد ياه مرض وخاز عنه مثلا بالكوفيد. أيوة. مثلا الزكمة مثلا كذا، ان فتره كان فيها ما يقدر ياخذ نفس عميق ولا شيء بسبب انه كان عنده مرض، صحيح. فيروح المرض، لكن تتم ذاكره المخ موجوده عندك دائما تذكرك والله لا اخذ نفس، بطل حلجك وكذا. والناس اللي عندهم شخير اثناء الليل، لان يعني اثناء الليل يكون يقطع التنفس ولا كذا، لكن في غالبيه هذه تكون ناس من النوع اللي احنا نسميهم تايب اي بيرسوناليتي، اللي هو الشخصيه اللي منظمة تحب تنجز، تعرف تحلل وتنجز وكذا، فكل شيء عنده له تفسير، صحيح. فبالتالي هذه لا يصيبهم هذا الشيء وما يعرف يفسره ولا كذا، لأن من كثر ما يفكرون في كل شيء موجود عندهم. هذه نبذة سريعة يعني. طيب دكتور، أكيد في سبل إحنا نقي نفسنا عن من هذه المشكلات الصحية اللي أنت ذكرتها، أو إذا في يعني طرق علاجية حديثة ممكن إحنا نلجأ إليها إذا عانينا من هذه المشكلات؟ هو يعني أفضل طريقة نحن نتكلم عليها الآن، يمكن الشيء اللي بإيدك اللي أنت تقدر تسويه إنك أنت ما تدخن، صحيح. هذه أبسط شيء تسويه إنك أنت ما تدخن، تبعد نفسك عن موضوع التدخين، لأن هذا سبب السجائر الإلكترونية دكتور ولا كذا. هذا شيء من الله يعني، أنت ما تقدر تسوي فيه. طيب خلينا نقطع،
النقطة الثانية طبعا التعرض للتلوث المباشر. يعني في مرة سووا دراسة في لندن، يابوا مجموعة ناس خلوهم يسيرون حديقة الهايد بارك لمدة كم من يوم أو مدة فترة يعني، ويابوا ناس تانية في نفس السن بالكذا وخليهم يجلسون في الشارع وعن شارع إكسفورد عند الزحمة والكذا، وقاسوا وضعف الرئة ما بين النوعيتين هذيلا. فشافوا أن الناس اللي يجلسوا في أو اللي يلسوا في 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 حديقة ومكان مفتوح وما كان في تلوث ولا في عوادم سيارات وغيره وكذا، كان وظائف الرئتهم أكثر. فإذا التعرض للأماكن اللي فيها التلوث، الخروج للهواء النقي، لهذا هذا طبعا يساعد لما يكون في عندنا مثلا عواصف ترابية عندنا وكذا، وهذا نبتعد عن هالأشياء هاي. يمكن نحن الحمد لله رب العالمين صارت العواصف الترابية عندنا بشكل أقل، يمكن الناس تعرف أو ما تعرف الكلام هذا بسبب الزراعة والتشجير اللي الدولة اتخذها من أيام الله يرحم الشيخ زايد وكذا، في عملية تخدير وتشجير وكذا، هذا يقلل من العواصف الترابية. من العواصف الترابية أيضا قد تضر بوظائف الرئة. طيب حد في المكتب عندك يدخن، طب أنت وحدة رأيلك يدخن، حد يدخن، هذا أيضا الإنسان لازم يتقي لأنه ممكن يسبب الشيء هذا. الأذكر في بعض الناس بتحسس من روائح المنظف أو المطهر الآن نستخدمه في كل مكان، خصوصا في زمن كوفيد. يعني طلعت هذه المشكلة يعني بشكل واضح دكتور، كثر كثر استعمالها. اللي حاصل أنه لا، أن المطهر نفسه مش هو اللي أثر على وظائف الرئة، لكن أنت بيكون عندك حساسية ما كنت تعرف من الحساسية موجودة عندك، بس لما ابتدى موضوع الكوفيد ابتدى موضوع والاستخدام زاد الموضوع هذا. نقطة أخيرة أنا بقولها، أن يا جماعة ترى الماسك والقناع ما يأثر على وظائف الرئة ولا يسبب ضيق تنفس ولا يرفع ثاني أكسيد الكربون، هذه معلومات خاطئة. يا ريت توضح لهم هاي النقطة دكتور، يعني كل حد يقول ما نقدر نتنفس فيها. لا 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 لا، هذا بالضبط، هذا الشعور، شعور النفسي اللي أنا قلت لك، اللي أنا تحس إنك لازم تأخذ نفس عميق وكذا، هذا 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 نوع من الاضطراب النفسي اللي يوصل wrong messages على المخ ويخليك تحس إنه ما في نفس عميق، بس الدليل إنك لما تنام ما يصير في عندك شيء، فبالتالي الماسك بروحه ما يأثر، حتى لو لبست ماسكين ثلاثة ما يأثر، لأن تدخل كمية أكسجين كافية. هي أنت تحس بضيجة مثل واحد دخل لفت أو مصعد وتسكر الباب عليه وحس بضيجة وكذا، بس هو أساسي يكون في نسبة أكسجين كافية، فالماسك بريء من هذا الشيء. فهاي النقاط بشكل عام. طبعا الرياضة يعني بشكل مباشر أو غير مباشر تحسن من موضوع التنفس. من أفضل الرياضات اللي ممكن تحسن رياضة السباحة، اليوغا. اليوغا على فكرة من الرياضات القليلة اللي أجريت عليها دراسات وبينت أنه تحسن وظائف الرئة وتحسن في موضوع التنفس، لأن كنت تأخذ فيها نفس عميق. وعلى فكرة ما حد فينا يأخذ يعني يأخذ نفس عميق بشكل مناسب، يعني إذا كان واحد يأخذ مثلاً 5 دقائق في اليوم يقعد يتنفس بعمق وببطء ولا كذا، تضيف نوع من الاسترخاء ومن الراحة ومن الهدوء على الجسم، يعني نوع من نوع المديتيشن. أي لازم نتعلم إحنا طريقة التنفس الصحيحة دكتور، يعني أنت تنصح أن الواحد يسويها على الأقل 5 دقائق في اليوم. بالضبط بتسوون برنامج تلفزيوني اشرح لكم اياها بعدين ان شاء الله. لازم دكتور خلاص خذنا منك كلمه. الله يحفظك دكتور. انا لما استغل وجودك معانا وانا حابه انك يعني تعطينا بعض النصايح للمتشافين من كوفيد، شو هي الاشياء اللي هم يقدرون يسوونها عشان يرجعون وظائف رئتهم مثل ما كانت قبل، لان الكثير يشتكي ان نفسنا ما صار مثل قبل وصرنا نحس بضيق او كذي، فشو هي النصايح اللي انت تعطيهم للي تشافوا من مرض كوفيد؟ يعني اهم نصيحه ان ارجع مارس حياتك بطريقه طبيعيه.
بالذات موضوع انك انت تطلع تبتدي تسوي اكسرسايز، تبتدي تسوي رياضاتك اللي انت كنت تسويها من قبل، طبعا تبتدي فيها في التدريج تدريجيا الشيء هي. وانا افضل انه بعد الشفاء اذا ما في اعراض ولا شيء ولا كذا، طبعا ممكن يروح يمارس حياته بشكل طبيعي، لكن اذا حس بعد انه مثلا ما يقدر يتنفس ولا بعد في كحة ولا كذا، لا يروح يسوي وظائف الرئة اللي احنا اليوم نتكلم عليها علشان يتأكد انه ما في قصور فيها ولا شيء، وبالتالي يبتدي يمارس حياته بشكل طبيعي. طيب الاشياء الثانية اللي ممكن تساعد طبعا اللي هو إذا كان واحد، وهذا طبعا وارد كثير أن في ناس كثير ما كان يعرفون كان عندهم أزمة وأن حساسية وكذا وتبين خلال الفترة هذه، فبالتالي يكمل على أدوية الحساسية. الشيء الثالث أن الآن إحنا طلعنا مع جامعة خليفة قبل فترة دراسة مهمة كانت عن علاقة الفيتامين دي مع الكوفيد، ويمكن هذه من الأشياء الناس لازم تنتبه لها، نحن في بلاد فيها شمس والشمس على طول السنة ومع ذلك ثلاثة أرباع الشعب عندنا ثلاثة أرباع الشعب عندنا، وبالتالي شيك على الفيتامين دي مالك، وإذا ما ارتفع عن طريق أخذ الحبوب وأخذ أنك تطلع برا، طبعا الحين صعب كذا، لكن إذا أنت تطلع فترة الصباح بتتعرض، لا تبتدي خذ إبر يعني أساس إنه يطلع إلى فوق المستوى فوق الثلاثين، وبالتالي تعطي نفسك، لأن في الآن ارتباط ما بين المناعة الكويسة وما بين مستوى الفيتامين دي الموجود عندك. بقية الأشياء موضوع الزنك والفيتامين سي هذا ممكن تأخذها، يعني ما في عليها دراسات طويلة، لكن أنا أتكلم عن الفيتامين دي، أتكلم عن الحركة، أتكلم عن الرياضة بشكل يومي، وأتكلم عن الصحة النفسية أيضا، يعني نحن ما نتكلم عن التنفسية إذا ما نتكلم عن الصحة النفسية، أنك لازم تشيل هذا مرض إذا أنت جاك خلاص انتهى يعني. إذا ما أخذت التطعيم خذه، إذا بتفكر تأخذ الأخذة، لأن أنت تقعد تفكر ما بين شو بيستوي لي إذا أخذت التطعيم، قول شو بيستوي لي إذا يأكل مرض في نفسه. صحيح تمام. فهذه بشكل عام. طبعا هناك تمارين ايضا انه ممكن يحسنون فيها من وظائف رئتهم دكتور، صح؟ ان انتم تقدرون تعلمونهم اذا كانت عنده مشاكل في وظائف الرئه، طبعا هناك بعض التمارين اللي يقدرون انتم عن طريق الخبراء يعلمونهم كيف يسوونها، بس مثل ما قلت بداية يسوي الفحص ويتأكد هل هو عنده بالفعل مشكلة وظيفة رئوية او هي مشكلة نفسية مثل ما انت ذكرت ايضا. نعم دكتور، أخيرا نتحدث عن الخدمات الطبية اللي توفرها هيئة الصحة على مستوى الوقاية والتشخيص والعلاج، وشو عندنا من إمكانيات وتجهيزات متقدمة في هذا الجانب؟ يعني في هيئة الصحة وفي مستشفى راشد يعتبر مختبر مرجعي على مستوى الدولة، يعني في أتليست في دبي والإمارات الشمالية نشوف الحالات كلها، فطبعا نسوي وظائف الرئة كاملة، من ضمن وظائف الرئة نسوي بنسبة وصول الأكسجين إلى الدم، نسبة كفاءة الرئة بالطريقة العادية، كم تقدر تسحب الشهيق، كم تقدر تنفخ، هذا. وايضا عندنا الاجهزه، يمكن انا ما تكلمت عليه شيء، يسمونه النيتريك اوكسايد اللي هو يقيس نسبه النيتروجين داخل الرئه، لان له علاقه قويه بحساسيه الرئه. اضافه الى ان احنا ممكن نقيس مختبرات النوم، نشوف فيها نسبه الاكسجين وثاني اكسيد الكربون، وهل انت عندك تراكم في داخل ثاني اكسيد الكربون ولا لا، تسوي فحص الدم اللي هو يقيس الغازات الموجودة، نسوي فحص يسمونه فحص الكارديو اكسرسايز اللي هو نخليك تركب سيكل، ومثل ما ذكرت القلب يشوف من وظائف الرئة أثناء ما تركب التريدميل أو تركب السيكل، نحن نشوف أيضا وظائف الرئة أثناء ما تركبهم، يشوفون وظائف القلب، نحن نشوف وظائف الرئة. هذه تقريبا تعتبر من أحدث الأجهزة الموجودة عندنا، ولله الحمد أن كفاءات مواطنة مثلا اللي يدير مختبر الرئة
الأخ زين المرزوقي والأخ حورية، وهذا من كفاءات المواطنات اللي موجودات عندنا فوق 20 سنة، ويعني من أفضل الناس اللي تسوي الفحص هذا ولها خبرة في الأجهزة وبطريقة الفحص والبحوث. ولله الحمد يعني في إمكانيات كاملة، طبعا مش كل المستشفيات موجودة، أعتقد على مستوى دبي والإمارات الشمالية نحن نعتبر من الأماكن المرجعية اللي الناس تسوي عنا الفحوصات. طبعا نسوي الفحوصات أيضا قبل ما واحد يسوي العملية، مثلا الناس اللي بيسوون بدأت عمليات السمنة مهم جدا إذا أنت بتسوي عملية حوالين الصدر صحيح. في البطن أو غيره تتأكد أن وظائف الرئة كويسة، بالتالي هذا اللي نحن أيضا نسوي. بعض العمليات للناس اللي عندهم مرض مزمن وكذا أيضا لازم تسوي له العملية من قبل. الطيارين الناس اللي تروح وتسافر كذا أيضا نفحصهم ونسوي لهم فحوصات معينة نتأكد أن هل يقدر يسافر أو لا. الركاب في بعض الأحيان نسوي لهم، فهي خدمة شاملة، وإن شاء الله قريبا بإذن إن شاء الله على قبل نهاية السنة نتمنى أن يتم تحديث القسم كامل إن شاء الله. بشكل أفضل وبأجهزة أحدث وأدق بإذن الله. طبعا يعني دكتور بسام جهودكم يعني غنية يعني التعريف، خصوصا في مكافحة الجائحة وحتى قبل الجائحة، يعني وإحنا جدا فخورين بوجود كفاءات مواطنة إماراتية يعني ما شاء الله يعني في كل المجالات صرنا موجودين، فإحنا جدا فخورين بك وبفريق عملك. أيضا كل الشكر دكتور بسام محبوب استشاري ورئيس قسم وحدة الرئة في مستشفى راشد، الحديث دائما معك جدا شيق وممتع، يعطيك ألف عافية دكتور. الله يحبك، أشكركم، مع السلامة. كان معنا الدكتور بسام محبوب وحدثنا عن وظائف الرئة واليوم العالمي لوظائف الرئة. الحديث مع الدكتور دائما شيق وممتع ومليء بالمعلومات الجدا قيمة والمفيدة. مستمعينا الأعزاء، هاي كانت حلقتنا لليوم، أتمنى أن قدرنا نفيدكم ولو بالقليل. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لحسن متابعتكم لنا، كل الشكر لفريق هيئة الصحة في فريق الإعداد في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر للأستاذة نجاة السويدي لتنسيقها ومتابعتها لحلقة اليوم، وطبعا مخرجنا الأستاذ سعيد المر، كل الشكر على إخراجك المبدع. كانت معكم محدثتكم دكتورة هند العوضي، دمتم بصحة وسعادة، مع السلامة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.